أقيلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان من جانب رئيس الوزراء ريشي سوناك، وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة. ده طبعا بيجي في الوقت اللي بتواجه فيه بريفرمان اتهامات بإثارة التوترات بعد ما اتهمت سويلا بريفرمان قوات الشرطة البريطانية بالتساهل مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين ووصفها المظاهرات المؤيدة لغزة بمسيرات كراهية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع. بينضم لينا عبر الهاتف الأستاذ محمد منير الكاتب السياسي بلندن. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ محمد. ويعني الحقيقة أن ريشي سوناك ويعني المملكة المتحدة من أكبر الداعمين لهذا الكيان الإسرائيلي. يعني رؤية حضرتك لإقالة سويلا بريفرمان مع أنها يعني تتماشى مع سياسة المملكة المتحدة. تحية لحضرتك والسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني أود توضيح بداية أنه إقالة وزيرة الداخلية البريطانية ليس فقط بسبب التغريدات اللي ظهرت مؤخرا على حسابها في تويتر أو إكس حاليا، اللي هي اتهمت فيه أو وصفت المسيرات بأنها مسيرات كراهية، ووصفت أنها تلوث الشارع البريطاني بالكراهية، واتهمت الشرطة البريطانية أو شرطة لندن تحديدا بأن هناك ازدواجية في المعايير والحياز للمسيرات. هذا ليس السبب، ما اعتقد انه ليس السبب الرئيسي، لانه لو رجعنا تاريخ وزيره الداخليه البريطانيه مع بدايه حكومه ريشي سوناك سنجد انه كانت تسمى بمهندسه ترحيل اللاجئين في قضيه اللاجئين، وكان هناك هجوم كبير من البريطانيين انفسهم والمنظمات الحقوقيه وكل الجهات المعنيه بشؤون اللاجئين في العالم. بس في النقطه دي يا فندم، يعني مع اقاله سويلا بريفرمان يعني تم تعيين ديفيد كاميرون كمان وزير الخارجيه المملكة المتحدة، وهو بالمناسبة بيشاركها كمان نفس الرأي، يعني نفس الرأي بالنسبة للمهاجرين. هو بالنسبة يعني أحب بس أختم النقطة اللي تتعلق بوزيرة الداخلية. برضو وزيرة الداخلية قبل أسبوع فقط من إقالتها هي برضو غردت تغريدة حول الهوملس أو اللي هم ممكن نسميهم متشردين أو ما لهمش بيوت أو مساكن في بريطانيا. غردت وقالت إن هم اختاروا أو ده أسلوب حياة اختياري، ما يعيشون فيه هو أسلوب حياة اختياري. وبرضو واجهت هجوم كبير جدا، والبعض اتهمها أسلوب حياة اختياري بالكراهية، اسلوب حياه اختياري. يعني هي اتهمت اللي هم الهوملس ان هم عايشين كده بمزاجهم بالبلد، يعني وان ده اسلوب حياه اختياري. وده كان من اسبوع فقط قبل التغريده الاخيره اللي تتعلق بالتظاهرات. بالاضافه نقطه ثانيه، يعني هناك تساؤلات، البعض بيسال ايه السبب في تجاوز او سبب عدم اتخاذ ريشي سوناك لاي قرار ضد وزيرة الداخلية. لأن قبل هذه الأحداث أيضا كان هناك اتهام لوزيرة الداخلية نشرته أو تقرير خاص نشرته الاندبندنت في بريطانيا، وأحدث تفاعل كبير جدا. أثبت التقرير أنها كانت تعمل في إحدى المنظمات الحقوقية التي تقوم بتدريب المحامين في رواندا لمدة 5 سنوات، وده طبعا معناه ان هناك تضارب مصالح، وان هي لم تتحدث عن تلك الفترة عندما تم تعيينها او اختيارها لمنصب وزارة الداخلية. ايه السبب في عدم
اصدار ريشي سوناك اي قرار تجاهها. اولا لان احنا نعلم ان هي تعتبر تقود الجناح اليميني المتطرف في حزب المحافظين، وهذا السبب يكاد يكون السبب الوحيد لخوف ريشي سوناك من اتخاذ اي قرار ضد وزيرة الداخلية، لانه طول الوقت يحاول ان يخمد نيران هذا الجانب داخل حزب المحافظين وهو اليمين المتطرف الذي تؤيده هي شخصيا. يعني إذن أستاذ محمد، يعني سريعا، حضرتك ترى أنه إقالة سويلا بريفرمان لم يكن بسبب إطلاقها تغريدات ضد المسيرات المؤيدة للفلسطينيين ولفلسطين؟ لا لم يكن لذلك، بس لكن هو بسبب سلسلة من التجاوزات. حتى عندما تم إقالتها من الحكومة السابقة، تم إقالتها بسبب تسريبها لمعلومات من خلال بريدها الإلكتروني الشخصي لبعض المنظمات خاصة باللاجئين. يعني تاريخها في الحقيقة في مشاكل كثيرة جدا، يعني في مشاكل كثيرة جدا. والغريب في الأمر يعني أستاذ محمد الحقيقة أنها سويلا بريفرمان هي أصلا تنتمي لأصول يعني غير بريطانية، فحتى موقفها مهاجرة بالضبط صحيح بالزبط. يعني موقف غريب الحقيقة. طبعا يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد منير الكاتب السياسي بلندن، شكرا لحضرتك يا فندم.